قولوا ايه، علشان برضو في حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. يعني النهارده ما فيش اجتماعات لمجلس الامناء او مجلس امناء الحوار الوطني، لكن مهم ان احنا نتكلم بالمناسبه حبتين على مساله الحوار الوطني والخروج بتوصيات من هذا الحوار. وهنا لازم يبقى في دايما المقترحات القابله للتنفيذ من ناحيه، والرؤى المتبادلة. يعني انت في النهاية اي بلد في الدنيا هناك موالاة وهناك معارضة، ولازم الرؤيتين يتحطوا على مائدة الحوار. يمكن الدولة شغالة بجدية شديدة جدا في انجاح هذا الحوار، وانه شغالة بشكل حقيقي في مسألة ان المعارضة تقول اللي هي عايزاه. يعني انا اتذكر في منذ الاطلاق أو إطلاق الفكرة من البداية في إفطار الأسرة المصرية في رمضان اللي فات، ولما كان فخامة الرئيس قال على مسألة ضرورة وجود حوار وطني وضرورة وجود المعارضة المصرية، وأنا متذكر أنه كان معزوم مجموعة من أقطاب المعارضة. أنا أتذكر كويس جدا كلام الأستاذ حمدين صباحي عن الحوار الوطني كويس، وأنه المسؤولية على عاتق الطرفين، دولة أو يعني موالاة ومعارضة. أتذكر جيدا، أو خليني أقول لك حافظ الحقيقة لأنه ده أستاذ، يعني أستاذ عبدالله السناوي، مقالات الأستاذ عبدالله. أشوف على سبيل المثال رأي خالد داود، أشوف رأي ضياء داود، سيادة النائب ضياء داود. في النهاية وانت بتبص على كل ده، استحالة استحالة تعتقد أو يحاول البعض، ما فيش البعض، يحاول الإخوان بث روح إنه الدولة لا تريد إنجاح هذا الحوار، وإنه ده حوار للموالاة فقط، وأن المعارضة لا وجود لها ولا مكان. في حين أن أنا ببقى شايف على سبيل المثال مجلس الأمناء في معارضة، المقررين العموم فيهم معارضة، مقررين اللجان النوعية فيهم معارضة، المقررين للأسف مقررين المساعدين فيهم معارضة. أشوف كتابات المعارضة وتعبيرها بالمناسبة، زي ما بقول لك مثلا استاذ عبد الله السناوي، دكتور عمرو حمزاوي، النائب ضياء الدين داوود، استاذ حمدين صباحي، الكاتب الصحفي خالد داوود، الخ الخ الخ. طب ازاي بتقول لي ان المعارضه لا صوت لها، او المعارضه غير ممثله بالشكل الكافي؟ بس مهم كمان ان احنا نبقى شايفين اللي بيجرى وسامعين اراء المعارضه المصريه. معانا على التليفون سياده النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب التجمع واحد اقطاب المعارضه المصريه مما لا شك فيه. ازي حضرتك يا سياده النائب؟ انت خير يا حبيبي. عامل ايه يا فندم؟ ايه الاحوال؟ اسعد الله مساءكم ومساء كل المشاهدين. اسعد الله مساءكم والله، ده حاجه بتفرحني. اول كمان ما اسمع الصوت اليسار المصري ببقى سعيد. حبيبي فرحان. ربنا يديك الصحه والعافيه، ربنا يخلي حضرتك يا سياده النائب. عاطف بيه، يعني خليني زي اقول اليسار يا عاطف بيه، مش هينفع. سياده النائب الرفيق عاطف مغاوري، خليني. ايوه تمام كده. والله ده احلى لقب. فهرجع على المسألة بتاعت المعارضة والحوار الوطني. كيف يرى التجمع على سبيل المثال الحوار الوطني طلبات المعارضة في مخرجات هذا الحوار؟ وأنا متذكر مثلا أستاذ عبد الله السناوي وهو جزء من اليسار المصري وأن كان يسارا ناصريا، وهو مثلا كان في واحدة من الحوارات بتاعته بيقول هذا الحوار يتطلب منا على الأقل 6 شهور حتى نستطيع الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ. لا، اولا انا زي ما تفضلت حضرتك ان حينما اطلق السيد الرئيس الدعوه في اثناء افطار العائله المصريه في رمضان الماضي، ودعا عدد من الشخصيات يعني التي يعني تقدم نفسها من موقع الاختلاف، لان يعني اسمح لي اختلف معك في مساله الحوار. ماشي. الحوار، لان الحوار اذا قلنا فيه معارضه، لان كان في بعض بعض القوى بتطالب ان يكون نص من هنا ونص من هنا. ما يميز الحوار انه حوار على قدم المساواه. حلو. يعني لو قلت في معارضه، طب هقول لك في الحوار مين الحكومه. لان الـ يعني لما نيجي نبص زي ما تفضلت في مجلس الامناء، ثم في مقرري ومقرري مساعدين المحاور، ثم اللجان. صحيح. هنا يعني ما انا يعني عفوا، احنا لنا تجارب حوار سابقه يا استاذ يوسف. طبعا. يعني ما قبل 2011.
كان هناك عندي حكومة وعندي حزب حاكم وعندي أحزاب معارضة. كويس. وكان حزب المحاكم ده حزب الرئيس. لكن الآن عندي أنا يعني نتحاور فيما بيننا ويعني وحصل في أول اجتماع لمجلس الأمناء أن أحد السادة أعضاء مجلس الأمناء قال بصفتنا معارضة. فكان رد عليه أحد أعضاء مجلس الأمناء قال له طب فين الحكومة؟ لأن فكرة أن أنا أوصف نفسي زي ما لا يمكن حصر المعارضة في عدد من إحنا عندنا ممارسة وأنت جزء منها يا أستاذ يوسف في مجلس النواب. عندنا حزب أكثرية، ما اقدرش أقول عليه حزب حكومة، ولا عندي أحزاب يعني الأوزان السياسية عدديا فقط. بمعنى لدينا مواقف في حزب الأكثرية الذي هو حزب مستقبل الوطن ياخذوا مواقف في مواجهة الحكومة هي تعد أكثر تطرفا من مواقف بعض الأطراف المعارضة أحيانا كثيرة فعلا يقفون على يسار الحكومة. يعني ده كلام. يبقى انا عندي مش المعارضة الكتلة الصماء الثابتة. انا عندي المعارضة الموقف وعلى الحدث. فهنا ده لاننا في مرحلة يعني اولا كان هناك ما بعد 2014 وبعد 2013 توطيد اركان الدولة المصرية اولا. وخاصة هذا التوطيد لا يأتي بعد حركة تغيير فقط بحجم 30 يونيو، لكن ده انا في ظل هجمه ارهابيه استهدف الدوله المصريه وباطراف اقليميه واطراف دوليه داعمه لها. فلذلك كان هنا بقى هنا سلوك الازمه، ويعني سلوك الازمه ده بيفرض عليك بعض الاجراءات قد يراها البعض استثنائيه، لكن هي احترازيه وقائيه لحمايه ما تبقى وصولا لما هو مبتغى. وصولا لما هو مبتغى. لذلك لما حصل ان احنا بوجة الارهاب انقشعت وبؤر الارهاب تم تدميرها وضربها، والدليل على ذلك انا عندي معادلات بعد ما كان كل يوم حادث وباحكام لا يستهان بها واستشهاد بعض رموز الدولة منها يعني النائب العام مثلا على سبيل المثال والشرطة المصرية والجيش المصري قدم خيرة ابناء الشعب المصري يعني شهداء دفاعا عن الوطن. حينما استقر الحال فبدأت تفكر بأن أنت ترتب وتراضي أبناء الأسرة المصرية والعائلة المصرية. لذلك كانت دعوة الحوار لم تأتي في خطابا رسميا ولم تأتي عبر حديث صحفي، ولكن جاءت عبر إفطار العائلة المصرية اللي هو ده تأكيد لروح الحميمية وترتيب البيت والعائلة المصرية من الداخل. هذه الدعوة دلالتها لأن كان من الممكن، ما احنا مرينا بحوارات، تذكر حوار أولا بعد حرب 73 صحيح. الحوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية وكثير من الحوارات التي دارت وصولا إلى ما قبل 2011. لكن ما يميز هذه الدعوة لها دلالات، وهنا أنا بتعامل مع دعوة الأسرة الواحد. يعني تم دعوة بعض الأبناء أولا حلف 30 يونيو الذين يعني يقدمون أنفسهم باعتبارهم على موقع الاختلاف هم من حلف 30 يونيو، ولذلك تم دعوتهم في إفطار العائلة المصرية وتم التحاور. وأيضا انتخابات عام 2020 الماضية التي هي مجلس النواب الحالي ومجلس الشيوخ الحالي هي تمت ضمن اصطفاف وطني حينما كانت تجمعنا قائمة واحدة، ولكن حينما دخلنا المجلس كل انفلاع عاد إلى موقعه سماء أكثرية موالاة معارضة كما يصنف البعض. لكن لدينا مواقف حالة اصطفاف وطني وحالة جديدة لصياغة النظام السياسي المصري. على سبيل المثال مجلس الشيوخ كانت لغة مثلا أو الشورى السابقة تمام، لكن الممارسة أثبتت ضرورة استعادته فتم إعادته. أنا عندي حتى الآن أنا لم أنجز المحليات، عندي النظام الانتخابي، عندي قانون مباشرة الحقوق السياسية، عندي قانون الأحزاب اللي طلع في ظل ظروف ما بعد 25 يناير 2011 مما جعل عندي ما يفوق ال 108 حزب، لكن الفعالية على الأرض مع مين؟ لذلك أنا كمان استكمالا هنا بقى ده حوار الأسرة المصرية وترتيب بيت الأسرة المصرية، أن بعد دعوة الحوار
وبعد الإفطار العائلة المصرية تم تفعيل اللجنة العفو الرئاسي. صح. التي أعدت عديد من القوائم وآخرها قائمة تقريرا امبارح اظني بها 25 اسم، وفي قائمة تانية قبلها بها اكثر من كم 70 اسم. هذه القوائم التي تتوالى لتفعيل وافراج واخلاء سبيل من محبوسين، منهم محبوسين حتى احتياطيا او على ذمة قضايا او ذمة قضايا راي، هذا ده نوع من انواع الترضية والمصالحة العائلية، المصالحة العائلية. لكن البعض يسيء فهمها حينما اطلقت دعوة الحوار، قال لك ده حوار المأزوم ده، وبعدين جاءت ابواق الاخوان الجماعة الارهابية عبر منصاتهم الاعلامية المعادية لمصر ولكل ما هو خير لمصر، وبدأوا يدعوا، بل في دعوة اخيرا هم بيطلقوها بيقول لك احنا مستعدين نصالح ونندمج، لان هم بيقسموا الادوار، بيقسموا الادوار. يعني انا فكرتي ان جماعه الارهابيه الان هي اربع قطاعات، وكل القطاعات تتعامل على السطح باشكال مختلفه، لكن الجدر واحد، الجدر واحد. هذا الامر يجب ان لا يفكر البعض، يعني يقول هل يا ترى يمكن ان نتسامح. يعني مثلا مقالات زي ما تفضلت الاستاذ عبد الله السناوي واخرين من زملائنا في الحركة السياسية، لكن يجب أن لا أحد يفكر لحظة واحدة أنه يمكن المصالحة أو يمكن القبول بمن رفع السلاح ومارس الإرهاب ضد الدولة المصرية وأجهزة الأمنية والإنسان المصري، وأيضا تربص بكل ما هو خير لمصر ليمنعه عن مصر. هذه يجب أن يكون واضحة وصريحة، وسواء لان يعني اذا كان موقف الرئيس السيسي هو ايضا ذلك، لكن ايضا هو مدعوما بظهير شعبي حينما انطلق التفويض في شهر 7 عام 2013 لمكافحه ومواجهه الارهاب. مظبوط. هذا التفويض ده تفويض شعبي، زي تفويض عفوا يعني مع الفارق تفويض 19 يونيو عام 67 في عز الهزيمه، تفويض لعبد الناصر ان يقوم باعداد الجيش المصري، وان اذا خسرنا معركه لم نخسر الحرب، وهو بدات يعني ايضا استعاده مصر الهويه والوطن وكل ما المعاني الجميله التي رسخت تاريخ مصر وثوابته، تم استعادتها في 30 يونيو 37 حينما انطلق الشعب المصري بلا تمييز بكل طوائفه في كل المواقع. احنا كنا في 25 يناير يا استاذ يوسف لدينا ميدان تحرير، في 30 يونيو 37 مصر ميدان تحرير. صح. مصر ميدان تحرير. هذا هو الفرق، يجب ان يكون مقياسا ومعيارا، ولا يحق لاحد ان يتكلم ويقول احنا داخلين على مصالحه واحنا مستعدين، انهم يتلونون كالحرباء، انهم يتلونون، وخاصه ان المناطق الدول يعني الاطراف الاقليميه والاطراف الدوليه الحاضنه لهم بدأت تتقلص عليهم وتضيق عليهم هذه الغرف التي يعملون بها سواء من هنا أو من هناك، والغرب الذي يعني لا يرى خيرا لنا هو يحتضن مثل هذه التعب بدعاء الحرية وبدعاء ثم جرت العادة. هذا الغرب لا يريد خيرا لا لمصر ولا لهذه المنطقة، بل بالعكس هو يرى أن مصر تهديد حقيقي لمصالح الغرب في المنطقة، لأنه بمنتهى البساطة مصر بدورها الحقيقي هي تقود، وهما ضد قيادة مصرية حتى ينفردوا بأفراد بمكونات المنطقة فرد كده فرادة فينفذون مشروع الأوسع، المشروع السوفيو أمريكي أو الإبراهيمي. صحيح. سميه أي مسمى. صحيح. أنا عايز أشكرك جدا 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 أولا على المداخلة دي، ونتمنى أن تبقى مداخلاتنا ولقاءاتنا أكتر من كده، إلى أن ألتقي حضرتك بكرة في المجلس بإذن الله. ألف شكر سيادة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.